بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثامنة. سؤاله الثاني يقول: طلب مني أحد أصدقائي أن أشهد معه في المحكمة على استخراج حجة استحكام على داره، فذهبت معه للمحكمة، وعندما وصلت إلى القاضي فوجئت بأن الشهود الذين شهدوا قبلي قالوا في شهادتهم إن صاحب المنزل يملكه منذ 16 عاما، وهو لا يملك المنزل إلا منذ 6 سنوات، وكنت وقتها في موقف حرج، فلا أحب أن أنفي شهادتهم فأعقد موضوع الصك، فشهدت على صحة شهادة الشهود الأولين، فهل هذه الشهادة تعتبر زورا، وما هي كفارتها، علما بأنه لا يوجد أي معارض في منزل المتقدم للحجة، بل المنزل ملكه، وإنما الاختلاف في المدة فقط، أفيدوني أثابكم الله. أخطأت في هذا التصرف حيث لم تبين الحق في الشهادة وقد وافقتهم وأنت تعلم خطأهم، هذا يعتبر شهادة زور. الواجب عليك أن تبين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الواجب عليك أن تبين الحق في هذا الموقف. أما وقد حصل ما ذكرت، فإن الذي يجب عليك أن تذهب إلى القاضي الذي جرى على يده هذا التوثيق وتبلغه بالحقيقة ليتلافى القاضي ما حصل بموجب هذه الشهادة. هذا الذي يجب عليك. نعم. حتى لو كان الأمر في مدة، يعني لا تؤثر على ملكيته من عدمها، قد يكون أنه يظهر له أن ما فيه ما يؤثر، لكن الواقع أنه يؤثر، قد يكون هذا. نعم. لازم يبين للقاضي الحقيقة والقاضي يعمل ما يلزم نحو هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمع عبد الله عبد الرحمن من اليمن تعز. سؤاله الأول يقول: هل يؤثر الكلام أثناء الطواف بالبيت بغير الأدعية المشروعة كأن يكون في أمور الدنيا؟ الكلام في حال الطواف جائز، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف ببيت الله أن يشتغل بالعبادة والذكر والدعاء ولا يشتغل بالكلام، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى، لكنه لا يؤثر على صحة الطواف. كلام المباح لا يؤثر على صحة الطواف وإن كان خلاف الأولى. الأولى أن يشتغل بذكر الله عز وجل. سؤاله الثاني يقول: ما هو التعزير؟ فكثيرا ما أسمع هذه الكلمة وأجهل معناها. تعزير هو التأديب. نعم. لغة التأديب، وشرعا هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. هو التأديب على كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، يعني باجتهاد القاضي. نعم. يعزر هذا العاصي أو هذا المذنب حسب ما يراه كافيا، من مثلا الزجر والتعنيف والكلام، أو من الضرب، أو من السجن مثلا، أو غير ذلك مما يراه القاضي رادعا عن هذه المعصية. هذه رسالة بعثت بها المستمعة ميم نون باء من بني مالك الحجاز، تقول: لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها، فمنها قوله ما معناه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحديث آخر يقول: لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها. وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني إلى جانب من أقف، فأنا أخاف إن أغضبت والدي أن أغضب الله، وإن أغضبت زوجي ألا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب، كما أرجو أن توجهوا لهم نصيحة لعل الله ينفعهم بها. نعم. أما حق الوالد فلا شك أنه واجب، أو حق متأكد، طاعته بالمعروف والإحسان إليه
قد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد، فلوالدك عليك حق ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه. لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما ولا تدرين مع أيهما تقفين، الواجب عليك أن تقفي مع الحق. فإذا كان زوجك محقاً وأبوك مخطئاً، فالواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصحي أباك. وإن كان العكس، كان أبوك محقاً وزوجك مخطئاً، فالواجب أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك. نعم، الواجب أن تقفي مع المحق وأن تناصحي المخطئ منهما. هذا ما يتعلق في موقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما. وحاول الإصلاح بينهما مهما استطعت لتكوني مفتاحا للخير، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد وتؤجرين على ذلك. فإن الإصلاح بين الناس ولا سيما بين الأقارب هذا من أعظم الطاعات. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأما النصيحة التي نوجهها إلى الطرفين، الواجب عليهما تقوى الله عز وجل وتعامل بالأخوة الإسلامية وبحق القرابة والصهر الذي بينهما، أن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر، فإن هذا هو شأن المسلمين، وأن لا ينساقوا مع الهوى أو مع الشيطان. استعيذوا بالله من نزغات الشيطان. نعم. مدى صحة الحديثين اللذين أوردتهما؟ أما حديث لو كنت آمرا، هذا حديث صحيح فيما أعلم. نعم. وأما الثاني فلا أدري عنه، لكن كما ذكرنا ورد فيها معناه صحيح. معناه صحيح أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة بالمعروف. نعم، بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. تحمل 3 أسئلة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف التالية: را دال نون، من حفر الباطن. سؤاله الأول يقول: طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه، وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها ببنات، فهل يحل له الزواج من إحدى بنات المرأة الثانية، مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط؟ أفيدونا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن لهذا الرجل زوجة أخرى لها بنات، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها؟ الجواب: لا، ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، وهما تحت زوج واحد، لأن هذه هي مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات أخوات له من الأب في الرضاعة. الله أعلم. سؤاله الثاني يقول فيه: رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها ورزق منها بأولاد، فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه؟ هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه من رجل آخر. نعم، لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، أي أجنبية منه وهو أجنبي منها، يجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر. نعم. سؤاله الثالث يقول: رجل متزوج وله أولاد، ثم تزوج امرأة ثانية وبعد مدة طلقها دون أن يرزق منها بأولاد، تزوجت المطلقة رجلا آخر ورزقت بنتا، هل تحل هذه البنت إلى ابن الرجل الأول؟ هذه كالمسألة التي جبنا عنها قريبا، لا مانع من ذلك أن يتزوج الشخص من بنت زوجة أبيه من رجل آخر، لأنه لا علاقة بينهما، هو أجنبي منها وهي أجنبية منها. بارك الله فيكم. هذان سؤالان بعث بهما المستمع أحمد مفلح الدعجان، أردني مقيم بالمدينة المنورة. سؤاله الأول يقول: رزقني الله بثلاث بنات ثم توفينا وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، هل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول جمهور أهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة،
لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلا بسلامته ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود. وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات. وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلا في الشفاعة، شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو أولا أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل، وثانيا أن فيها طردا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث كل غلام مرهون بعقيقته معناه أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه فإنه يبقى أسيرا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية فإن ذلك بإذن الله يسب فكاكه من الشيطان. هذا معنى ما قرره ابن القيم. وعلى كل حال، إن أراد السائل أن يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية. بالنسبة للعقيقة في حق الحي، ما هو أفضل وقت لتأديتها؟ الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص، وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك، إنما لا حد لآخر وقت. نعم، لا حد لآخر وقتها، إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا كبر المولود، فبعض أهل العلم يرى أنه يفوت وقتها فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول فيه: عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه، العادة هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهم لإخوانهن، وغالبا ما يتنازلن مجاملة وحياء، فما حكم هذه العادة؟ فقد جرت معي ومع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختان عن نصيبهما من الإرث وأخذناه نحن الذكور فقط، فهل علينا في ذلك إثم؟ الحكم أن هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياء ومجاملة، يكون هذا قريب من الإكراه، فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن كما قال سبحانه وتعالى: تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الله جل وعلا جعل للبنات نصيبا من الميراث، وجعل الأولاد نصيبا من الميراث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد لضعفها وعجزها عن الاكتساب، خلاف الولد فإنه يقوى على الاكتساب وعلى السفر لطلب الرزق، فالبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد. على كل حال، هذا التصرف لا يجوز، ولا يصح استضعاف النساء والتغلب عليهن وأخذ نصيبهن، ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرعن به كما ذكرت عن حياء ومجاملة. هذه رسالة من السائلة أم زينب من العراق التأميم، في الواقع رسالتها مطولة جدا، لكن ملخصها تقول: تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسبا ونسبا، فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما هي راضية به ولا تريد سواه، فتقول: هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها؟ فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله ولي أمور العبد كلها ومنها الزواج، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه، ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات، فأليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها بشخص صالح، وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي، أو تستأذن أحد أقربائها الآخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟ أولا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء، قال: وأنكحوا الأيامى منكم صالحين من عبادكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
وجوه، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة أن تزوج نفسها فهذا قول ضعيف ومرجوح، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه فلا يجوز العمل به. وأما ما ذكرت من واقعتها وأن لها رأيا يخالف رأي أبيها، لأن أباها يريد لها زوجا حسيبا نسيبا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج بشخص ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب، فالحق مع أبيها في هذا، وأبوها أبعد منها نظرا، قد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحته. وإذا قدر أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه، إذا قدر هذا وأبى أبوها أن يزوجها به، فإنه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء. ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أنها تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضا أبيها، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة. لا بد من ضبط الأمور في الزواج، ولا بد من القيام على النساء، لأن النساء نظرهن قاصر وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن، فينبغي مراعاة هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل عبد اللعيضة المالكي من الطائف. سؤاله الأول في رسالته يقول: عن الزكاة في الأرض التي كانت تزرع برا وشعيرا وذرة، أصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والبامية وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا؟ وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب وأعطيناها أحد المستحقين، أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء، أو أكلنا نحن منها، أو نبيعها ونتصدق بقيمتها، فما حكم هذا العمل؟ أولا، أما الزكاة في الخضروات من ما ذكرت، فالصحيح من قولي العلماء أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها. إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة من الدراهم تبيعون منها ويتحصل منها قيمة ويحول عليها الحول، فإن الزكاة تجب في قيمتها. أما هي بذاتها، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها. أما ما ذكرت من الإبل والغنم، تجب فيها الزكاة بشروط: أولا أن تكون نصابا، والأمر الثاني أن يحول عليه الحول، الأمر الثالث أن تكون اتخذت للدر والنسل لا للعمل عليها، والأمر الرابع أن تكون راعية الحول أو أكثره من المباح من الكلاء المباح. فإذا توافرت فيها هذه الشروط وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج إلى الفقراء والمساكين. وإذا كان ولي الأمر أرسل جباتا للزكاة تسلم إليهم، فإن لم يكن هناك جبات المسلم يخرجها ويصرفها الفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها. وأعظم من ذلك إنكارا أن يأكل من لحمها كما ذكر، لا يجوز له أن يذبحها فضلا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة وصدقة الفقراء والمساكين، لا يجوز له أن ينتفع بشيء منها ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقته. حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال، الله أعلم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم من أعطى إنسانا شهد له على حق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغا من المال علما أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟ أما الشهادة فلا يجوز أخذ العوض عليها، أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه، لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى لأجل بيان الحق وإزالة الظلم. قال تعالى: شهداء لله، قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، لا لأجل مطمع دنيوي. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله: وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأما من أعانك في خصومة أو في قضية
هذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلا عنك ونائبا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئا من المال مقابل تعبه. ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون القضايا الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ويأخذون في مقابل أتعابهم أنهم وكلاء عن من له قضية. أما الشهادة فلا يجوز أخذها بحال. كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمها. إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه إذا شرط هذا أو أراد من له القضية أن يرضيه بشيء عن تعبه. والله أعلم.